بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 24، وحنتكلم على موضوع مهم جدا هو الأبلاستيك أنيميا. في هذا الموضوع حنتكلم في المحاور التالية: ما هو ديفينيشن الأبلاستيك أنيميا؟ ما هو الباثوفيسيولوجي؟ ما هو اللاب دياجنوسيس؟ وحنتكلم على حاجة مهمة نسميها دياجنوستيك أبروتش للبانسيتوبينيا، وأخيرا حنتكلم على المانجمنت. طيب أبلاستيك أنيميا عاوزين نعرف الديفينيشن، والديفينيشن حقها مهم جدا. إحنا لما نعرفها نقول هي أنيميا، لكنها أنيميا هنا due to empty of bone marrow. هذا الامبتي اوف بون مارو او حتى هايبوسيلر حيؤدي الى بانسيتوبينيا. وهنا نقطه مهمه جدا، لانه بعض الزملاء لما نقول ايش تعريف الابلاستيك انيميا يقول لك بانسيتوبينيا. البانسيتوبينيا في اكثر من كوز يعملها، لكن لما نقول ابلاستيك انيميا انه البون مارو شرط انه يكون امبتي اور هايبوسيلر في البون مارو. هذا الامبتي او هذا الهايبوسيلر ادى الى بانسيتوبينيا. هذه نقطه مهمه جدا. تعالوا الآن نشوف الباثوفيسيولوجي للأبلاستيك أنيميا، وعاوزين نعرف الكوز. أول حاجة في الكوز للأبلاستيك أنيميا هي الراديشن، والراديشن مهم جدا، لأنه زمان كان أجهزة الأشعة كان فيها الدوز عالي في الراديشن، لكن الأجهزة الحديثة الدوز قليل في الراديشن. لكن قضية الراديشن مهمة، أن أي مصدر إشعاع له دور في قضية الأبلاستيك أنيميا. ولو تتذكروا قضية مثلا تشيرنوبل اللي كان فيه إشعاع له دور في حدوث الأبلاستيك أنيميا، في أي مواد مخلفات بتعطي إشعاع هيكون في جزء من الراديشن، وبالتالي ممكن تؤدي إلى أبلاستيك أنيميا. النقطة الثانية المهمة جدا بالتأكيد الكيموثيرابي، كيموثيرابي له دور إنه يحدث قضية الأبلاستيك أنيميا. النقطة الثالثة وهي في منتهى الأهمية اللي هي قضية الإكسبوجر للبنزين برودكت. أي مواد فيها قضية داخل في تركيبها البنزين، مثلا احنا للاسف الشديد في عندنا استخدام بشكل كبير لقضيه اللي هي الاكواب البلاستيك، ونشرب فيها ما اسمه قضيه شاهي ساخن، وهذه لها اثر كبير جدا. يفترض انه الناس تبتعد عنها، لانه المواد اللي داخله في تركيبها قضيه البنزين. من ضمن الاشياء اللي داخل البنزين داخل في تركيب قضيه الاكياس البلاستيك، واحنا للاسف الشديد في عادات سيئه يروحوا يجيبوا في البلاستيك يحطوا فيه مرق ويحطوا فيه رز ويحطوا فيه اشياء ساخنه، هذا بالتاكيد ممكن يؤدي الى قضيه الابلاستيك انيميا. كمان نقطه مهمه جدا في قضيه الابلاستيك انيميا اللي هي قضيه ماده البنزين كمان تدخل في تركيب قضيه اللي هي المياه المعدنيه. فالبوتلز حق الماء المعدني لها دور كبير، خاصة لما يطرحوا فيها حاجة ساخنة أو بعد ما تستخدم يستخدمها واحد مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لها دور كبير. هي disposable، يفترض أنها تستخدم مرة واحدة وترمى. النقطة الأخرى كمان الصبغات لها بيدخل في تركيب البنزين بيدخل في تركيبها، فبالتالي دي ممكن تؤدي إلى قضية أبلاستيك أنيميا. قضية اللي العالم الآن بدأ فيها قضية التاتو اللي هي قضية الوشم، وللأسف الشديد الغربيين يعملوا وشم، وحنا الشرقيين نحاول نعمل تقليد لهم، وتقليد أعمى وتقليد ما لهش مبرر خالص. فقضية الوشم ذا، لأنه المواد اللي داخلة في الوشم فيها عملية قضية البنزين برودكت، فدي ممكن تؤدي إلى قضية الأبلاستيك أنيميا. النقطة الرابعة والمهمة يسموها الأديو سينكريتيك رياكشن. ما هو الأديو سينكريتيك رياكشن؟ هو أبنورمال ريسبونس لقضية الدرج. فمثلا الكلورامفينيكول، خلاص معروف ان الكلورامفينيكول استخدامه لفتره طويله ممكن يعمل ابلاستيك انيميا. كمان قضيه الانتي انفلاماتوري دراج، ومعها قضيه الهيباتايتس اي فيروس. الهيباتايتس اي فيروس مالوش قضيه كارير، مالوش كرونيك خالص، ما يحدثش كرونيك اطلاقا، فيروس ضعيف، 99% من الناس يشفوا تماما. لكن وجدوا حالات ان الناس اللي تعرضوا للهيباتايتس اي فيروس وكانوا بيستخدموا انتي انفلاماتوري دراج اثناء فتره الانفكشن، بعد ما حصل كومبليت كيور حصل عندهم ابلاستيك انيميا. فيروحوا يبحثوا ليش، ايش اللي عندهم كان، فوجدوا انه في انتي بوديز بوزيتيف لقضيه الهيباتايتس اي فيروس. النصيحه العامه انه الادويه بشكل عام، لانها هي مواد كيميائيه يفترض الا تستخدم الا عند الضروره وعند الحاجه. هذه نقطه مهمه جدا. النقطة الخامسة اللي يسموها إيديوباثيك مش عارفين مصدرها، لكن الآن في أبحاث جرت قالت إنه الإيديوباثيك بيحصل قضية سيل إميون ريسبونس أجينست الستيم سيل، يعني بيطلع إميون ريسبونس من نوع قضية سيل ميدييتد
بيكون دايركتد اور اتاك الستيم سيل، وبالتالي بيعمل ديستراكشن للستيم سيل وبيؤدي الى ابلاستيك انيميا. هذه واحده، وان كان هناك يظل اديوباثيك لا زال موجود بالنسبه للابلاستيك انيميا. طيب احنا زي ما اتفقنا انه حيحصل بانسيتوبينيا، ما هي الكلينيكال مانيفيستيشن؟ بالتاكيد اول واحده انيميا للبانسيتوبينيا. النقطه الثانيه المهمه جدا انه بيحصل بيرزيستنت للسور ثروت، والبرزيستنت للسور ثروت ده ما فيش فيه بس منطق، لانه ما في معنى دبليو بي سي، في معنى بانسيتوبينيا. النقطه الثالثه انه بيحصل بليدنج تندنسي، وهذه نقطه مهمه جدا. فالثري كاركترز دول ناتجين عن قضيه البانسيتوبينيا. طيب كيف نعمل لاب دياجنوسيس لقضيه الابلاستيك انيميا؟ اول شيء هذا السكيم اللي عملناه بالكامل. احنا اليوم بنتكلم على ابلاستيك انيميا، احنا حنتكلم زي ما اتفقنا في الدياجنوسيس على 33111. الثلاثه الاولين اتفقنا عليهم هيموجلوبين، ار بي سيز، هيماتوكريت، دول حيكونوا ديكريز ديكريز ديكريز، حنخرج بكونكلوجن ان دي انيميا. حنعمل الثلاثه الثانيين اللي هو ام سي في والام سي اتش والام سي اتش سي، حيكونوا نورموسيتيك نورموكروميك. قلنا حنشوف الواحد اللي هو الار دي دبليو غالبا حيكون نورمال. حنشوف قضيه البلد فيلم زي ما انتم شايفين، هذا بلد فيلم الار بي سي ديكريز، في الدبليو بي سي ديكريز، احنا نقول طبعا ليكوبينيا او دبليو بي سي، لكن هي في الحقيقه نتروفيل، لان النتروفيل بتمثل اكثر من 70%. الثرومبوسايتوبينيا بالتاكيد حيكون، او بليتلس حيكون ديكريز. الريتيكلوسايتس بالتاكيد ما تحتاج، حتكون ديكريز بالتاكيد الريتيكلوسايت، لانه بانسيتوبينيا. النقطه التي بعدها انه لو ما نعمل عمليه، طبعا بالاضافه الى انه كل دول حصل لهم ديكريز، اكيد ال دبليو بي سي والبليتلتس والار بي سي حيكونوا كلهم عمليه ديكريز. ولا تنسوش لما نقول دبليو بي سي، احنا نقول دبليو بي سي لكن هي بالتاكيد النتروفيل هي الاساس، وبالتالي حيحصل بانسيتوبينيا. كيف نعمل كونفرماتوري تيست؟ بالتاكيد هنا البون مارو بايوبسي مانداتوري، يعني اجباري، وحنشوف يا امبتي يا قضيه الهايبوسيلولار، وهذه كاركترستيك له. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، البانسيتوبينيا ما هيش السبوت دياجنوسيس فور ابلاستيك انيميا. بمعنى آخر لو ما يجي شخص عنده بانسيتوبينيا ما نقدرش نقول ان عنده ابلاستيك انيميا، لسبب لانه في اكثر من كوز يعملوا بانسيتوبينيا. تعالوا نشوف هذا الكوز اللي بتعمل بانسيتوبينيا. اول واحد اللي هو بون مارو انفلتريشن. تخيلوا هذا انفلتريشن، ما معناه ان البون مارو ملان خلايا، لكنها خلايا ابنورمال سيل. مثلا قضيه في الاكيوت لوكيميا، في المالتيبل مايلوما، في المايلو فايبروزيس، في الميتاستاسيس، في قضيه عائله الاوزيس اللي هو التوبركلوزيس، الساركسيدوزيس والاميلودوزيس، كلهم دول بيعملوا بون مارو انفلتريشن. يعني على سبيل المثال اكيوت مثلا لينفوبلاستيك لوكيميا او اكيوت مايلوبلاستيك لوكيميا، كل البون مارو ابنورمال سيل وكلها بلاست سيل ابنورمال، فبالتالي ما عاد فيش مجال في البون مارو للنورمال سيل خالص، فبالتالي بالتاكيد حيحصل قضيه بانسيتوبينيا. هذه النقطه الاولى في قضيه البانسيتوبينيا. النقطه الثانيه ميجالوبلاستيك انيميا. انتوا عارفين ما معنى ميجالوبلاستيك انيميا، حندرسها كمان قدام. معناها انه الديفيشن اللي حيحصل في البون مارو وقضيه تضاعف الدي ان ايه عاوز فوليك اسيد وعاوز فيتامين بي 12، فاذا حصل ديفيشنت في الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 مش حتقدر الخلايا انها تنقسم، حيحصل اريست للديفيشن، وكمان مش حيقدر الدي ان ايه انه يتضاعف، فبالتالي تكبر الخلايا، نسميها ميجالوبلاستيك انيميا. الخلايا تكبر مش قادره تنقسم، فبالتالي بالتاكيد حيحصل بانسيتوبينيا، وحنشرح في الميجالوبلاستيك انيميا قضيه لما نتكلم ان شاء الله عليها. النقطه الثالثه نقطه مهمه ويسموها سبب لقضيه البانسيتوبينيا اللي هي اميون كوز، وهي برايمري، يسموها بروكسيسمال نوكتورنيال هيموجلوبينوريا. ما معناها ان في انتي بودي سبيسيفيك في الخلايا، في قضيه الار بي سيز، في الدبليو بي سيز، في البليتلس سبيسيفيك اللي في هذه الخلايا، وبالتالي بتعمل لها ديستراكشن، واذا عملتها ديستراكشن حيحصل قضيه بانسيتوبينيا، وحنتكلم على هذا الموضوع في البروكسيسمال نوكتورنيال هيموجلوبينوريا. النقطه الرابعه هي اميون كوز، لكن هنا سكندري. ما معنى سكندري هنا ما هوش سبيسيفيك زي البرايمري. البرايمري كان سبيسيفيك لهذه الخلايا، السكندري بتطلع انتي بودي ما هيش سبيسيفيك للخلايا، لكن بتروح بتهاجم الخلايا، بتلاقي شير بروتين في هذه الخلايا، زي اللي هي سيستميك لوبس اريثروماتوزيس، زي النون هوجكن لينفوما، زي الكرونيك لينفوسيتيك لوكيميا.
النقطة الخامسة قضية الهايبر سبلينزم. ما معنى هايبر سبلينزم؟ معناها انه في اوفر اكتف في السبلين. يعني ايش؟ يعني ان السبلين يوكل الار بي سيز ويوكل الدبليو بي سيز ويوكل البليتلتس، فتخيلوا بياكلهم، ومش كذا وبس، كمان يطلع مادة السبلين الى البون مارو ما تطلعش خلايا، فالبون مارو ملان ملان خلايا لكن مش قادرة تطلع. وتخيلوا في البريفرال بد ما عاد فيش اي خلايا لانه اكلها سبلين، فبالتالي دي عملية نقول عليها بانسيتوبينيا ناتجة عن هايبر السبلينزم. طيب تعالوا النقطة مهمة جدا اللي هي الدياجنوستيك ابروتش للبانسيتوبينيا، وهذه مهمة جدا. يعني الان احنا عاوزين نعرف نعمل لاي شخص جايب بانسيتوبينيا كيف نعمل له دياجنوستيك ابروتش. اول شيء نروح نشوف الريتكس، طلعت الريتكس لو معناها ان في ذي هايبو اكتف بون مارو، يعني بون مارو فيلير. اذا ما دام هايبو اكتف بون مارو حنعمل بايوبسي، طلع في البايوبسي انه امبتي، فبالتالي دي حنقول ابلاستيك انيميا. نعمل بون مارو بايوبسي فيحصل هايبر سيلولر. كيف هايبر سيلولر واحنا بنتكلم على هايبو اكتف؟ هنا ناتج عن قضية بون مارو فيلير، بمعنى انه في ابنورمال سيل وان كانت عملية هايبر سيلولر. طبعا ابنورمال سيل ما معناها؟ انفلتريشن وابنورمال سيل، فبالتالي بون مارو انفلتريشن تكلمنا عليها انه زي قضية عملية الاكيوت لوكيميا، مالتيبل مايلوما، قضية قضية مايلوفايبروزيس، قضية عائلة الأوزيس اللي هي توبركولوزيس، ساركسودوزيس، الأميلودوزيس، قضية الميتستيزيس، كلهم دول بيعملوا عملية اللي هي انفلتريشن لأبنورمال سيل. النقطة الثالثة في البون مارو ممكن نشوف هايبوسيلولر ميجالوبلاستيك، وما دام شفنا هايبرسيلولر ميجالوبلاستيك دي إذا دي على طول بيقول ميجالوبلاستيك أنيميا. ده كلهم في قضية في الريتكس لما تكون لو ولما يكون هايبو أكتف. تعالوا لو طلعت الريتكس هاي، طلعت الريتكس هاي حنقول في هايبر أكتف بون مارو. ما معناها هايبر أكتف بون مارو؟ معناها ان في انكريز في الدستراكشن، ان البون مارو شغال لكن في دستراكشن خارج في البريفرال. واحدة منهم اللي هي قضية اميون اللي قلنا عليها قبل شوية، اللي هي في انتيباديز بتكون سبيسيفيك اجينست السيلز، فالانتيبادي السبيسيفيك سميناها برايمري، وقلنا عليها اللي هي بروكسيسمال نوكتورنيال هيموجلوبينوريا، وقضيه السكندري اللي هي زي ما قلناها اللي هي سيكل اللي هي سيستميك لوباس اريثروماتوزيس، وقلنا قضيه النون هوجكن لينفوما، قضيه كمان في كرونيك الليمفوسيتيك لوكيميا. النون اميون ده زي عمليه الهايبر سبلينزم، وهذه نقطه مهمه جدا انه تخيلوا عمليه هايبر اكتف هايبر اكتف في البون مارو لكن هناك بانسيتوبينيا. ما معناها ان في ديستراكشن ده في قضيه البريفرال. هذا بالنسبه للدياجنوستيك ابروتش في للبانسيتوبينيا. المحور الاخير هو كيف نعمل مانجمنت للابلاستيك انيميا. اول شيء عمليه ستوب للاوفندنج ايجنتس، اي مثلا دراجز ممكن يعمل عمليه ابلاستيك نعمل له ستوب. النقطه الثانيه بيحاولوا يعملوا قضيه بون مارو ستيمولس زي الاندروجين. الاندروجين بيعمل ستيموليشن، لو تتذكروا زمان واحنا قلنا ليش الار بي سيز في قضيه في الميل اعلى، قلنا لانه في معه اندروجين، الاندروجين بيعمل ستيموليشن لقضيه البون مارو. اكيد بلاد ترانسفيوجن محتاج، ممكن يعملوا ساعات يجربوا قضيه الاميون سابريشن لقضيه ايش؟ لقضيه احنا قلنا في الايديوباثيك انه قد يكون الكوز ناتج عن اميون ريسبونس ناتج عن السيل ميديتد، بيروح بيكسر قضيه اللي هي الستيم سيل. وبالتالي لما نروح نعمل اميون سبريشن ما معناها احنا بنقول للاميون سيستم لو سمحت اهدى ما تهاجمش، على اعتبار انه قد يكون السبب هو عمليه اميون ريسبونس. النقطه الخامسه طبعا العلاج الحقيقي في الحقيقه هو بون مارو ترانسبلانتيشن، هذا هو العلاج الحقيقي. النقطه مهمه جدا لابد تكون في بال الجميع، اي مريض عنده ابلاستيك انيميا بالتاكيد ما يعطاش لايف فاكسينيشن خالص، لانه ده كونترا انديكيتد، هو عنده ابلاستيك انيميا فذا لايف ما يعطاش اي لايف فاكسينيشن. كنت معكم في موضوع الابلاستيك انيميا، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.